لاباس يا حاج انا درت واحد احتجاج هنا شركة بساتين باش يستقبلونا ويديروا معنا حلول يردوا لنا فلوسنا حيت حنا شارين عندهم كاين اللي شاري من 2015 وكاين اللي شاري من 2017 كاين اللي شاري ابارطمون وكاين اللي شاري دي ماكازا وما كاين لا تسليم لا حتى حاجه وحتى كاين شويه ديال التلاعب الناس اللي كيشريو شي حاجه شي ديزابارطمون داكشي اللي كيشوفوا ماشي هو لقاو تفاجئوا بان داكشي ماشي هو هذاك لا بليبار اللي معنا هنايا لقاو داكشي اللي شراو ماشي هو هذاك اللي شافوا النهار الاول اذا كاين تما كاين هناك عمليات نصب حنا دابا كنطالبوا بحاجه وحيده قبل ما نطالبوا بالتعويضات بسميتو كنطالبوا بالاموال ديالنا اللي عطيناهم النهار الاول لا شيء كنطالبوا يعطونا الاموال ديالنا الى تطورت الامور غنطالبوا بالتعويضات على الاموال اللي من 50 وما هي عندهم ودابا حنا كنجينا عندهم هذا المقر ديالهم هنا فين كاين صاحب المشروع المدير العام ديال الشركه ديالهم حتى واحد ما كيستقبلنا كيصيفطونا عند الكوميرسال كيتفلاو علينا سيروا 15 يوم سيروا 5 سنين وحنا كنمشيو ونجيو ولا حل في الطاولة سمعنا مؤخرا زادوا عليكم واحد 5 مليون في تي في الناس هنا اللي زادوا عليهم 15 مليون شاري في 2017 بثمن كيتفاجئ دابا قالوا الا بغيتي الشقة ديالك غتزيدنا 10 د المليون و 15 مليون ديال تي في هذه ما عرفتش ديالاش هذا التام ديال تي في العقار ما عمري شفتو هذا التام ديال تي في الناس هذا البنات المذكورة هادشي ما كانش نهار الاول هذا 10 مليون زاد ما كنتش متفقين عليها وين هادشي ما كانش نهار الاول المشكل دابا اللي كاين كيتلعبوا بزاف انا واحد عندهم ماكازا ملي مشيت عندهم لقيت الميتراج اصلا يتفاهموا معايا ماشي هو داك 4 متر وقال لك 4 متر غتخلصها والمشكل الثاني الماكازا اللي ورانا نهار الاول ماشي هي هذه يعني المشكل راه كاين بزاف والحل الواحد زعما اللي كاين هو يعطيونا فلوسنا داك الماكازا وداك البورطمون ما بقيناش باغينه حيت ما عندهمش داك الشيء ما عندهمش مضبوط داك الشيء فيه التخرويض وفيه التلاعب 100% السلام عليكم انا من 2017 لحد الان الشقه ديالي ملي عيطوا لي كيقولوا لي خاصك تخلص 5 مليون ديال التي في وعندك 8000 درهم ديال الفيتوسي وعندك 400 درهم ديال السانديك وعندها واحد ديشارج ديشارج يعني ابراء الذمه يعني ما فهمتش هذا الشيء كامل ما تصدقتوش عليه النهار الاول ما كانش النهار الاول كان شي 5 سنين ولا 4 سنين وانا كنتسنى في الاخر كنتصدم بهذا الشيء انا دابا باغي فلوس الناس عندهم بزاف ديال التلاعبات المعامله ديالهم ماشي هي هذيك انا باغي فلوس وهاد الناس كاملين كيتشكاو من الناس كاملين عندهم نفس المشكل كيطالبوا بالاموال ديالهم اذا الناس كاملين مضروري دونك المشاكل كتختلف المشاكل كامله على كاينين الا جينا نحسبوا المشاكل غنلقى واحد 20 مشكل هذا الشيء كيبين على انواع المشاكل اللي كاينين كاين اللي مبيعوا عليه دار جوج مرات كاينين هنايا اللي كتلقاهم جوج عندهم نفس لا ريزرفاسيون ديال الدار دونك الدار مبيعوا جوج مرات واخدين فيها لي زافون جوج مرات هادو النهار الاول فاش كتجي عندهم اشنو كيبغيو يخرجوا منك هذاك لافونس ما كيقلبوش على لافونسمون ديال البروجي ما كيقلبوا على والو كيطلبوا لك هو ساكن اقتصادي انا عمرني شفت شي ساكن اقتصادي كيخلص 300 درهم ديال السنديك بانو راه ما كايناش هادي ما كايناش بالنسبه كنا شنو واحد حافل بوسكوره شي ناس سالمو السوقاق ديالو ما كاينش داكشي سينما تمشي دابا تبغي تدخل البروجي دابا نمشيو 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 بغون ندخلو البروجي باقي مسدود البروجي ما كاينش حتى شي واحد ما سال هاد الناس هادو راه كيكذبوا علينا بغينا حنا دابا ما بقينا باغيين والو ضحكوا علينا خمس سنين انا وقت في 2018 كل 3 شهور كيقولوا لي اجي كل 3 شهور كنمشي عندهم كيقول لي راه البارطمان ديالك غادي يجي 3 شهور كنمشي عندهم ما سير 3 شهور سير من 2018 حنا صافي عين حنا دابا بغينا فلوسنا هذا هو المطلب ديالنا بغينا فلوسنا وكنطالبوا من المسؤولين اللي كيشوفونا يحاولوا ينصفونا مع هاد الناس هادو راه تعدوا علينا شكرا وإلى فلسطين محسوبة وإلى فلسطين